طيب أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة التي نبدأها كالعادة بالعناوين. من المواقع المحلية، ميليشيا الحوثي تعذب سجناء في حصن تاريخي بالمحويت. ومن موقع مار بريس، الشرعية تعلن عن حل وحيد مع الحوثي. وفي الأخبار العالمية، ممثلون عن الأديان الثلاثة يصلون معا في كنيسة بألمانيا. أهلا بكم. بدأ الحوثيون حربهم على محافظة الجوف مبكرا، وربما كانت هي المحافظة الثانية بعد صعدة التي وصلت إليها الميليشيات، وبدأت خوض معارك لمحاولة إخضاع المنطقة لسيطرتها. ففي سبتمبر عام 2010 حاصر المسلحون الحوثيون قرية تدعى المليحات بمديرية المراشي، وبعد اقتحامها عمدت إلى تفجير منازل وتهجير السكان والسيطرة على كامل المنطقة. وعنون موقع المصدر أونلاين، 63 مدينة ومعلما أثريا دمرها الحوثيون بعد نهبها في الجوف، وعطلوا ودمروا 1500 مزرعة. واستغلالا لحالة الفراغ التي دخلت فيها البلاد إبان ثورة عام 2011، حاولت الميليشيا السيطرة على المحافظة، حيث افتعلت حروبا مع القبائل وأقدمت على تفجير عشرات المنازل في اليتمة وبرط العنان والغيل والمصلوب والمراشي. يقول تقرير صادر عن مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الجوف إن ميليشيات الحوثي وخلال الفترة 2015-2018 أقدمت على تفجير وتدمير 1722 ممتلكا خاصا ومنشأة عامة. أوضح التقرير أن من بين الممتلكات التي فجرها الحوثيون ودمروها بشكل كامل 32 منزلا وسكنا و57 مركزا ومحلا تجاريا وثلاث مقرات حزبية. ومن أبرز المدن والمعالم التي تعرضت للدمار والتخريب في الجوف مدن نشان وكمنة وهرم وإنبا ونشق، إضافة إلى المدن الشهيرة والمعروفة ببراقش وقريناو. في محافظة المحويت، وخلال أقل من 3 أشهر أقدمت ميليشيا الحوثي على اعتقال العشرات من الأهالي ووزعتهم على 3 سجون رئيسية، إحداها السجن المركزي بالمحافظة وسجن آخر في حصن المصنعة بمدينة المحويت وسجن سري في مدينة شبام كوكبان تمارس فيها أنواع التعذيب. وعنون موقع الصحوانيت، المحويت، ميليشيا الحوثي تختطف أكثر من 120 شخصا منذ مطلع يناير الماضي. وأفادت مصادر خاصة عن وجود 55 سجينا داخل سجن حصن المصنعة الواقع بمدينة المحويت، نصف العدد من خارج المحافظة تم نقلهم من حجة وصنعاء. وبحسب المصادر، فقد نقلت الميليشيا سجناء من الأمن السياسي بصنعاء إلى السجن المركزي بالمحافظة. وزير الخارجية اليمني خالد اليماني كتب في صحيفة الأهرام المصرية مقالا عنوانه بسؤال: هل فشل اتفاق ستوكهولم ولماذا؟ ثم ضمن مقاله أيضا بالعديد من الأسئلة وبعض الإجابات عليها قائلا: هل سيكون بمقدور السيد مارتن جريفيث والجنرال لوليسغارد تنفيذ أي خطوة في اتفاق الحديدة؟ في الوقت الذي يرفض الحوثي فكرة الانسحاب التي يرتكز عليها اتفاق الحديدة، بل ويرتكز عليها مفهوم قرار مجلس الأمن رقم 2216 والذي يؤكد ضرورة انسحاب الميليشيات الحوثية وتسليم الأسلحة، وأمام هكذا تعنت ورفض من الطرف الحوثي، ماذا بقي لفرص السلام في اليمن بعد أن جرب المبعوث الخاص الخوض في تجربة الخطوات الصغيرة لبناء الثقة والتي فشلت بسبب تصلب موقف الحوثيين ومن ورائهم إيران؟ إن سؤال السلام معقد في بلادي، لأن الدولة اليمنية المخطوفة مرهونة بقرار من طهران، ولأننا في الحكومة اليمنية قلناها علانية إن خيارات الحرب لن توصلنا إلى الحل السلمي المستدام للأزمة اليمنية، ولأننا آمنا بأن لا حل عسكرياً لأزمة اليمن، وأننا لا نقبل بخيارات الفشل في تنفيذ اتفاق ستوكهولم، ولأن فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي أكد مراراً على مسامع كل من تباحث معه مؤخراً أن تنفيذ اتفاق الحديدة سيفتح الأبواب مشرعة للسلام المستدام في اليمن، وسيكون له أثر أحجار الدومينو على مجمل العملية السياسية. ولكن الأمل في الإشكال اليمني هو أن تقبل الميليشيات الحوثية بمبدأ وضع السلاح وعودة الدولة وإنهاء الانقلاب، والجلوس مع باقي اليمنيين لصياغة مستقبل لكل أبناء اليمن في ضوء مخرجات الحوار الوطني لبناء دولة ديمقراطية اتحادية
لكل اليمنيين تفتح مجالات أرحب للحوار والبحث عن أفضل الخيارات للعيش المشترك، فهل تقبل إيران بذلك؟ قال المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن جريفيث إن الأمم المتحدة ستطرح خطة جديدة لسحب القوات من مدينة الحديدة عقب محادثات مع الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين، ويعنون موقع مارب بريس. الشرعية تعلن عن حل وحيد مع الحوثيين وخطة جديدة في الحديدة. وفي ديسمبر تم الاتفاق على انسحاب الميليشيات الحوثية بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه في السويد، ما أثار الأمل للمرة الأولى منذ سنوات بالتقدم نحو إنهاء الحرب التي دفعت اليمنيين إلى حافة المجاعة. وطبقا للموقع، فقد صرح جريفيث عقب مناقشات بناءة مع الجانبين أنه تم إحراز تقدم باتجاه التوصل إلى اتفاق لتطبيق المرحلة الأولى من عمليات الانسحاب طبقا لاتفاق الحديدة. وقال إنه سيتم تقديم التفاصيل العملياتية إلى الأطراف في لجنة تنسيق الانسحاب للمصادقة عليها قريبا. ولم يكشف بيان المبعوث الدولي عن تاريخ بدء الانسحاب الذي يمكن أن يشكل الخطوة الأولى باتجاه خفض التصعيد. وعلى النقيض من ذلك يذهب موقع يمن مونيتور والذي يعنون الحوثيون يرفضون التخلي عن الحديدة، ويستند إلى ما قالته ميليشيا الحوثي والتي أكدت أنها لن تتخلى عن مدينة الحديدة الساحلية غربية اليمن. ويورد الموقع ما قاله القيادي في الميليشيا محمد علي الحوثي بأن جماعته وافقت على سحب قواتها من المدينة لكنها ستظل تحتفظ بالسيطرة عليها. وما يثير السخرية في تصريح القيادي الحوثي قوله إن الحكومة الشرعية أساءت فهم الاتفاق وأن الانسحاب الذي يروجون له أمر مستحيل. الحكومة لن تستطيع السيطرة على المدينة لا بالقوة ولا بالحيل. وكان المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث أعلن أن هناك تقدما ملموسا نحو تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في محافظة الحديدة. كانت الحديدة على مدار أشهر تقبع في خط المواجهة الرئيسي للحرب في اليمن بعد بداية هجوم شنته القوات الموالية للحكومة في يونيو 2018 لاستعادة المدينة من المتمردين الحوثيين. كما تقول صحيفة لوفيغارو الفرنسية في تقرير ترجم لقناة بلقيس وفيه أيضا أن المدينة شهدت هدوءا حذرا منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 18 من ديسمبر. وتورد الصحيفة نموذج للقتل اليومي حيث تقول إن منظمة العمل ضد الجوع أكدت أن وفاة موظفة تابعة لها واسمها آمنة حيث كانت على سطح منزلها مع أختها عندما أصابتهما الشظايا. وقالت في بيان لها: لقد قتلت آمنة وأصيبت أختها. وأدانت منظمة العمل ضد الجوع بأشد العبارات قتل موظفتها والعنف الذي يؤثر يوميا على حياة المدنيين الأبرياء في هذا البلد القابع في حالة حرب. عملت آمنة في مركز علاج مع منظمة العمل ضد الجوع، ثم انضمت إلى المنظمة غير الحكومية في مايو 2018 كعاملة في التوعية الصحية. ثقافة التخوين ودواعيها، تحت هذا العنوان كتب أحمد ناصر حميدان مقاله المنشور في موقع الصحونات. التخوين هو قتل لمعنوية الطرف الآخر والتحريض ضده لهدف إخراجه من المنافسة السياسية أو الثقافية والفكرية، ولا يقوم بها غير عاجز عن المنافسة أو لا يملك مشروعاً مقبولاً شعبياً. يمكن اعتبارها ظاهرة ترهيب وتهديد تبرر للعنف والقمع في مشهد يشبه لحد بعيد جداً الدولة الأمنية المستأسدة التي فيها الآخر المختلف مدان وقبول الرأي الآخر جريمة، ما يوحي بإعادة إنتاج نظام شمولي فيه الولاء للزعيم والأديولوجيا أو المنطقة أو الطائفة والوطن يذهب للجحيم. من الوهلة الأولى استطعنا أن نستشرف ما يحك لنا من الخطاب في المنصة وهي على بعد من السلطة، كما قال سقراط: تكلم حتى أراك، فقد رأينا مشروعهم في خطابهم، خطاب التهديد والوعيد والتخوين والاتهام، والفتاوى التي تدعو إلى هدر دماء وزهق أرواح كل رأي مخالف، وإعلان اجتثاث الآخر السياسي الذي يمارس حقه المكفول قانوناً. هذا هو الشعور بالقمع الذي بالضرورة يعطيك تحذيراً بإعادة إنتاج القامعين،
والتلويح بالعنف الذي يعطيك فكرة فرض أمر واقع عليك أن تتقبله دون أن تعارض أو تنطق بكلمة حق تعرضك للتخوين والاتهام، بل السجن والتعذيب والموت حسب فتواهم في الساحة. الوعي القمعي نفسه الذي يدفع بصاحبه للسلوك الوحشي، ومن هنا تولد البلطجة، وفي هذا المكان تتكاثر الميليشيا. لا دولة ولا نظام ولا قانون ولا شرع يشكمهم، تحكمهم نزعاتهم ورغباتهم والمخرج الذي يخطط لهم، في غياب لمنظار الحد بين الحق والباطل، الحق المكفول قانوناً وشرعاً، في استنساخ لآليات قانون الغاب والبقاء لمن يملك البندقية، في قتل معنوية الآخرين وجعلهم مجرد عبيد في وطن تحكمه الميليشيا بالاستبداد والقهر والاضطهاد والتخوين والاتهام والتكفير. تخرجت دفعة جديدة من الأطفال المعاد تأهيلهم بعد أن كانوا مجندين لدى الحوثيين، واحتفت بالتخلص من آثار ذلك التجنيد المدمر، وعنونت صحيفة الشرق الأوسط: أطفال يمنيون يحتفون بالتخلص من آثار التجنيد الانقلابي. وقالت الصحيفة أنه تم الاحتفاء بإعادة تأهيل دفعة جديدة من الأطفال اليمنيين المجندين في مأرب ضمن الدورة الأولى من المرحلة 19 من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في اليمن. وتفيد الشرق الأوسط أن الأطفال تلقوا برنامج تأهيلهم النفسي والاجتماعي لمدة 45 يوما، ونقلهم من واقع البؤس والألم إلى واقع طفولتهم وحياتهم الطبيعية. موقع عربي بوست يقول إن معظم دول العالم تحتفل بعيد الأم، لكن في أوقات مختلفة وبتقاليد متباينة. ففي حين تحتفل اليمن ومصر وبعض دول الوطن العربي بعيد الأم في 21 من مارس الذي يتزامن مع بداية فصل الربيع، نجد أن الولايات المتحدة تحتفل به في ثاني أحد من شهر مايو. أما عن الأصول التاريخية للاحتفال بعيد الأم، وفقا لتصريحات أستاذ الآثار المصري محمد بكر، فقد بدأ الاحتفال بالمرأة والأم في مصر الفرعونية، وهذا ما تظهره جدران معابد دندرة وسموند، وكانت إيزيس رمزا مصريا للاحتفال بالأم ورمزا للأمومة. وفي مصر القديمة كان الاحتفال بعيد الأم من خلال مواكب من الزهور تطوف المدن احتفالا بعيد الأم. انتقلت بعد ذلك فكرة الاحتفال بالأم إلى الحضارات الأخرى كالرومانية واليونانية. أما في العصر الحديث فتعود فكرة الاحتفال بعيد الأم في الوطن العربي إلى الصحفي المصري علي أمين، مؤسس جريدة أخبار اليوم في عام 1955. فقد قابل أمين سيدة أرملة كافحت إلى أن يدرس ابنها الوحيد في كلية الطب، إلا أن هذا الابن ترك أمه دون سؤال بعد زواجه. وهنا طرح أمين فكرة الاحتفال بعيد الأم على وزير التعليم آنذاك كمال الدين حسين، والذي طرحها بدوره على الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. اليمن، الجيش والمقاومة عندما يتفسخان. تحت هذا العنوان كتب نائب الدائرة السياسية في الحزب الاشتراكي اليمني خالد عبد الهادي مقاله المنشور في العرب الجديد، مضيفا في أجزاء من المقال: مثلث الإبادة أول وأكبر تهديد للمقاومة الشعبية لدى تشكلها في اليمن في العام 2015 وشروعها في مقاومة بطش الحوثيين المتحالفين حين ذاك مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي انتهى به المصير قتيلا ببندقية حلفائه. وتجاوزت المقاومة هذا التهديد بفضل عوامل عدة، أهمها الإقبال الشعبي على دعمها والالتحاق بصفوفها، والشراسة القتالية التي أبدتها لمعرفتها بمأساوية المصير الذي ينتظر رجالها ومجتمعاتهم المحلية في حال سقطت رايتها، فضلاً عن الدعم المقدم لها من التحالف العربي الداعم للحكومة الشرعية، ولو أنه لم يكن قد انتظم في الأشهر الأولى من انطلاقتها. ولما أخذت المقاومة تنتزع منطقة تلو أخرى من الحوثيين وتفرض عليها سيطرتها، برز الخطر الثاني عليها ماثلاً في الجماعات المتطرفة التي انخرطت في القتال ضد الحوثيين لحساباتها الخاصة التي هي طائفية في غالبها. ومع أن الإشارة إلى المقاومة في الوقت الراهن تجري بوصفها فكرة فحسب لا كيانا ماديا بعدما اندمج أفرادها في الجيش وقوى الأمن، إلا أن الجيش الذي تشكل من أفرادها وحتى باقي الجيش الحكومي الذي تأسس خلال سنوات الحرب سيكون المنطقي تصور أنه يتحلى بعقيدة عسكرية تتماهى مع فكرة المقاومة وغايتها، ولذا سيشار إليه هنا عوضاً عن المقاومة. هناك خطر ثالث يعمل عمله الآن داخل هذا الجيش، التفسخ. ويكمن أحد أوجه هذا التفسخ في إفراغ الجيش من مهمته القتالية
التي تشكل حاجة ملحة في المرحلة الراهنة، وتحويله إلى قوة شبه أمنية يتوزع أفرادها على نقاط تفتيش لا تحصى منتشرة داخل المناطق المحررة. ويصعب على أي خبير عسكري الجدال في ضرورتها العسكرية أو الأمنية، بل صار في وسع أي عابر أن يكون شاهداً على كيف أن هذه النقاط انجرت مع غياب الرقابة وضبط العسكريين إلى أذية المسافرين وجباية البضائع الداخلة. في برلين أحيا مسلمون ومسيحيون ويهود ذكرى ضحايا مذبحة مسجدي نيوزيلندا من خلال فعالية الصلاة بين الأديان من أجل السلام. عدد قليل من أتباع الأديان الثلاثة هم من حضروا، والسبب أوضحه أحد الأئمة الذين شاركوا في الفعالية وعنون موقع الدي دبليو الألماني: رجال دين في برلين، الصلاة ردنا على الكراهية وليس الثار. وقال الموقع: أقيمت في العاصمة الألمانية برلين صلاة بين الأديان في إطار مراسيم عزاء للضحايا المسلمين الذين سقطوا في هجوم إرهابي على مسجدين في نيوزيلندا. وتجمع عشرات من الشخصيات المسلمة والمسيحية واليهودية في كنيسة باراخويا لكرشيه بقلب العاصمة بناء على دعوة من مؤسسة البيت الواحد التي يتعاون من خلالها أتباع الأديان الثلاثة. وقرأ الإمام قدير سانجي آيات من القرآن الكريم باللغة العربية وترجمت معانيها بالألمانية، ثم تبعه الخاخام أندرياس نخامة الذي قرأ أحد المزامير بالألمانية والعبرية، والقس الإنجيلي غريغور هوبريغ فقد دعا إلى التسامح وقال: الصلاة وليست الثأر هي ردنا على الكراهية، فالثأر يحول بني البشر إلى أعداء. فريد أحمد أحد الناجين من الهجوم الذي تعرض له مسجدان في مدينة كريشت تشيريش بنيوزيلندا، فقد فقد زوجته حسناء أحمد في الهجوم، وتحدث عنه موقع CNN الأمريكي بعنوان: ناج مقعد فقد زوجته بمذبحة المسجدين في نيوزيلندا، أسامح المهاجم وأريد أن أحضنه. وتحدث أحمد عن صعوبة إخباره ابنته عن مقتل أمها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه يسامح المهاجم أثناء استذكاره للأحداث التي وقعت لحظة الهجوم. وفيما يتعلق بإخبار ابنته عن مقتل والدتها، قال أحمد: قالت لي: هل تخبرني بأنه ليس لدي أم؟ قلت لها: نعم، لكنني أمك الآن، وأنا والدك الآن، وأنت أمي وأنت ابنتي، علينا تغيير الأدوار، لهذا اهدئي، يمكنك البكاء لكن لا تفقدي عقلك. أما عند حديثه عن المسلح الذي أطلق النار في كريسيت تشيشيرش، قال أحمد: أقول أنني سامحته، أريد أن أخبره إذا كانت لديه أم، أريد أن أخبرها أنني سوف أعاملك تماما مثل عمتي، إن كانت لديه أي أخت أريد أن أخبرها من قلبي بأنني سوف أعاملك تماما مثل أختي. صور متنوعة اختارتها صحيفة الديلي تيليغراف من عدسة مصوريها المنتشرين في مختلف أنحاء العالم، ونحن بدورنا اخترنا لكم بعضا منها لعرضها لكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم. متابعة. ماذا تقول لنا ريشة اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي تنشرها الصحف. نتابع.
وبهذه الرسوم الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.